او المعجبات الزوجيه مع دي. ايه دي؟ عشان ابوسها لازم اضرب لها حبايتين هابي فيس. البس البيجامه واضرب دول. وانا صايد اوكشا من جامعه الدول، طب افرض ضربت دول النهارده بكره هتنيل اعمل ايه؟ ولا يهمك، كلم رؤوف يجيب لك اتنين تانيين وعلى حسابي. ايه ده؟ ايه يا ماما الحاجات دي؟ دي قمصان نوم زي ما انت شايفه. ما انا عارفه انهم قمصان نوم، بس من امتى وانا بلبس المسخره وقله الادب دي؟ يا حبيبتي يا نور عيني، ما انت لازم من النهارده تلبسي قمصان النوم دي عشان جوزك. انا نفسي اعرف لو ما لبستيهمش دلوقتي هتلبسيهم امتى؟ ومين قال ان انا عايزه البسهم اساسا؟ ماما فكك من الجو ده، ماليش فيه. يعني ايه مالكيش فيها؟ اسمعي اما اقول لك، انت هتلبسيهم هتلبسيهم، انت سامعاني؟ وبعدين يا حبيبتي ابوكي تعبان وما هوش ناقص ومش عايزين نضايقه، وانت سمعتي بودانك الدكتور قال ايه؟ حاضر يا ماما. يا ريت بقى يا حبيبتي لو تلبسي القميص الاخضر علشان بقى تبقى ليلتكو خضرا. اتفضلي يا عروسه، الف الف مبروك. لي 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 لي. مبروك يا عريس، خد بالك منها. هنمشي بقى ولا ناويين نقعد مع بعض؟ لا لازم احنا نمشي بقى ونسيبهم مع بعض هم. ما تنساش بقى يا حازم. مبروك يا عريس. خلي بالك من عروستك، ها؟ ما تنساش طلع من مناخيرك. حاج طلبة، يا الدنيا بتمطر عندك ولا ايه؟ عاوزك تبقى زوج مثالي معاها، رقيق حنين، وتقوم معاها بكل الواجبات الزوجية. انت هتنامي ببدلة البحر دي؟ عندك مانع؟ لا ما عنديش. طب انت عندك فكرة ان احنا النهارده في ليلة الدخلة؟ وليلة الدخلة دي كأننا في حالة حرب بالظبط. يعني لازم يحصل اشتباك. بعدين سلاح المظلات يدخل، شوية بوازيك، على شوية مدفعية. يعني شوية لطافة كده من الآخر، يعني رومانسية. شوف بقى يا نجم السنين، جو الحب والرومانسية واللفلفة ده ما يتعملش معايا أنا يا بابا، ها؟ ليه؟ هو أنت مش مراتي ولا أنا كسبتك في كيس شيبسي؟ اسمع يالا، انا مش هقولك تطلع تنام بره عشان انا كفاءه، فلو فكرت تعمل اي حاجه كده ولا كده هكسعمك، ولو عايز تنام جنبي تنام بادبك من الاخر. ايه يا جدعان؟ يا نهار اسود، هو انا اتجوزت اختي في الرضاعه؟ يا ساتر يا رب. واضح ان انت مكسوفه. بصي بقى، عارفه لو شربت الكاس ده وضربت الجوب ده هتشوفي بيكهام قدامك. خمره ومخدرات؟ تعرف يلا لو ما كنتش جوزي كنت بلغت عنك. يا نهار اسود، هو انا اتجوزت مرشد ولا ايه؟ لا متجوز كابتن يا امور، وانسى بقى ليله الدخله والكلام ده عشان انا عندي اساسا عذر يخليك ما تقربليش. ايه؟ هو ايه ده اللي يخليني ما اقربلكيش؟ يعني عذر قهري. عذر قهري، والحاجه والدتك عندها معلومه بالعذر القهري ده؟ عارفه. ده ايه الصدفه الغريبه دي؟ طب ما كنا اجلنا شويه. اديك شايف كل حاجه جت بسرعه، وكفايه لوك لوك بقى عشان عايزه انام. ايه ده؟ ما تنام. هتنيل انام. مش عايزه مخدات؟ حسبي الله ونعم الوكيل. يا ساتر، انت قايمه معايا ولا ايه؟ بتقول حاجة؟ لا لا، بقول ان انت يعني نفسك مفتوحة بألف هنا وشفا. مش بلعب وبتمرن، لازم اتغذى. ربنا يكون في عونك، الحقيقة طبق متكامل فيه كل انواع الفيتامينات.
ايه ده كمان؟ ده بيض وده لبن. دي وجبه غذائيه متكامله فيها كل العناصر اللي محتاجها الجسم. طيب وانت مش مكفيك ال 3000 عنصر اللي في طبقك دول؟ بعدين بالنسبه للكيكه اللي انت بتعمليها دي ما تعمليش حسابي فيها علشان انا البيض بيعمل لي حساسيه. ماشي يا ماما، ماشي يا حبيبتي، باي باي. أنا مش فاهمة الناس اللي بتلبس مايوهات كده عادي بيلبسوها ازاي يعني؟ دي سفالة وقلة أدب. يا ستي هما جايين معرض الكتاب، دول قاعدين على حمام سباحة، عايزاهم يلبسوا إيه؟ جلاليب؟ طب لما أنت فالح قوي كده ولابس مايو ما تظبط جسمك الأول، فين التعبيس؟ فين المحابيس؟ لا 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 حاسبي، أنت بيغور الجو الشحات مبروك والعيال دي؟ لا 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 خلي بالك انا العضله عندي بتنمو لجوه والعمل بقى انا بقضي نص يومي في الجيم. يا عم ده انت اخيك اتنين ضغط وتفيص هزق جدا يعني. على فكره انا غبي ما تستفزنيش علشان انت ما تعرفيش قدراتي. طب على العموم انا رايحه الجيم دلوقتي ما تيجي معايا يا عم البق كده عشان توريني قدراتك دي. انا عايزك تجيبي اخرك معايا. اتفضلي. ماشي اتفضلي. هخش بنش فلات شايلني. فعلا تمرين البنش فلاش ده مفيد جدا لعضله الشيست بيلي ريك. بنش فلاش ايه؟ اسمه فلات؟ وبعدين ايه العبط ده؟ تعب بنت اختك دي ولا ايه؟ ما تروح يا ابني تجيب وزن اتقل. اتقل من كده؟ ان شاء الله. ربنا يكون في عونك، شد حيلك. وده ايه بقى ان شاء الله؟ اسلك بيه اسناني؟ روح يا ابني هات ال 16. كابتن عمر ممكن بعد اذنك تشيلني ال 16 لو سمحت؟ اه وانت ما تشيلهاش ليه يعني؟ اصل انا عامل فداء. فداء يا باشا؟ عامل فداء في صورتي من 3 شهور. اه حاضر. الله يخليك، الله يخليهم لك. مالك؟ في ايه؟ انت كويس ما فيكش حاجة؟ انت كويس؟ انا تمام، انا تمام زي الفل. الله يخليك، توكل على الله. توكل على الله. انت بتضحك ابوك بوتجاز. لا ابوبة ايه؟ ده انا بالمرة قلت اعمل تمرين لعضلة السمانة عشان كانت شادة عندي شوية. لا والله. اه انا مضطر استأذن. ها؟ انت رايح فين؟ لا معلش اصل الجو هنا مش جوي، وبعدين اصل الجيم ده عيالي بتاع ناس مبتدئه، انا بحب الحديد البلدي، الحديد البلدي بتاع الساحات الغبي ده عارفاه؟ انا هروح بقى الستيم علشان افك عضلاتي واطلع الرطوبه من جتتي، بعد اذنك. ايه ده؟ حد بيشيش جوه ولا ايه؟ Thank you.